مرحبا بك. أكدنا للسفراء أن هذه السياسة نحن سنتابعها، وهي يعني تأتي بعد تراكمات، يعني بعد هذه الزيارة هناك زيارات عديدة أخرى، زيارة لوزير الخارجية لعدد من العواصم الإفريقية، زيارة أيضا نحن بصدد تحضير زيارة أخرى للسيد رئيس الحكومة في يمكن في آخر السنة أو بداية السنة القادمة، وهناك زيارات أخرى لبعض الوزراء، الوزراء بالحكومة، أعضاء الحكومة حول، وقلنا أنه أيضا بالإضافة إلى قرار فتح سفارتين في البوركينا فاسو وفي كينيا، تقريبا انتهينا من تحديد الدول التي ستكون فيها بعثات اقتصادية بقرار من السيد رئيس الحكومة، وسننظم قبل هذه السنة أيضا زيارات لبعثات متنقلة تجمع عديد من القطاعات، يترأسها عضو من الحكومة التونسية، وتتنقل للبلدان اللي معناش فيها معناها بعثات دبلوماسية.